مش برعاية وفنيق يجيك اخبار سبور فيه برشة تفليق رابيد شتار نفة احلى من معجول ما تفوتش الاخبار وقوي في الراديول رياضة بالزمار مرة في النهار في اخبار حلو وساعات خبير حق اسمع حلو وفنيق راهو اخبار صحيح والباقي تفليق حديث يهزو الريح وتوع عالغفلة شد روحك لديح شريفة جيب الخفة تقول كان صحيح على سلامتكم اش نية حوالكم اش عاملة فيكم السخانة بربي أنا أمكم شريفة ما عادش نجمها السخانة وكيما جريت العادة والله لا تقطعنا عادة نكلم خويا وعزيزي الغالية روفة نشوف اش فما وش ما فماش. ألو ألو روفة يا باهي شنحوالك؟ أهلا بك خاتي شريفة، أهلا بكم أعزائي المستمعين أو في راديو وي اف ام صوب ونسيس. خالتي شريفة خلينا الآن نعطيك مواعيد المباريات النصف النهائية. الأول سيكون يوم الأربعاء قبة كبيرة سيحتضنها ملعب دوباس مع الساعة 8:15 لاروخ الإسباني أمام الجاري المنتخب البرتغالي. خالتي شريفة هي بالأحرى مباراة ديربي. خالتي شريفة لو نعطيك لمحة تاريخية جمعت بين فريقين منسبتين في الكأس الأوروبية والغلبة للبرتغال حيث فاز برا وتعادل. في بالي يا ماغي ما تقول لي كي تحكي على التاريخ تحكي على أمك شريفة. يقول لي عاد هذه الدومي فينال الأولى والدومي فينال الثانية أش فما وشكون وشكون؟ النصف النهائي الثاني خاتي شريفة سيحتضنه ملعب ورسو يوم الخميس مع الساعة 8:45 وسيجمع الماتشافت الألماني أمام سكوادرا زور المنتخب الإيطالي. خاتي شريفة الغلبة تاريخية لإيطاليا حيث فازت في 3 مناسبات رسمية ولعل أبرزها مباراة النهائية لكأس العالم 1982 بإسبانيا حيث فازت إيطاليا بنتيجة 3-1. شوكي عاود يحكي على التاريخ لأمو شريفة. إجا نقول لك بابا إيجا راهو كان تقول لي شكون جول إيطاليا عام 82 مثلا هذا يا سؤال خفافي. أنا أمك شريفة أنت طيب لك كسكسي بالعصبين كي تروح. خالتي شريفة في الحقيقة سؤالك صعيب لكني توحشت كسكسيك بالعصبين لبنان. ريت يا روفة يا ولدي كي نقول لك معاش تحكي على تاريخ الكرة لأمك شريفة. يا بابا أنا نعطيك الإجابة الجول اسمه دينو تزوف اي وبطل الكرة عمره 42 سنة. موعدنا خالتي شريفة كالعادة ولا لا يقطعنا عادة غدا في سبور ستار لافا ولكن خاطر غير وما تنسانيش في الكسكسي البنين. اتدلل يا روفة يا غالي اشكون عندك انت كان خالتك شريفة. وفكرتني اكل وليد عبد القادر موجاني من فرنسا يتشهى عليا كلمرة نفسه او سلاطة او كسكسي او نواصل واليوم يحب العشاء سلاطة مشوية على الفحم هيا في وديعة ربي. سبورستر لفا مع خالتي شريفة سبورتيفة على EFM 100.6.